حياكم الله مستمعينا من جديد في أول المشوار تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية. تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ملتقى التطوع في الشركات، والذي تنطلق فعالياته يوم غد ويستمر لمدة يومين في المركز الثقافي بمدينة الجبيل الصناعية. للحديث حول هذا الملتقى يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ خلف الشمري مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل. حياك الله أستاذ خلف. الله يحييك يحييك إن شاء الله والأخوة المستمعين جميعا. يا هلا بك، وبداية مع تفاؤل بصوتك خلينا نقول لكم كيف الجو عندك. لا الجو ما شاء الله ممتاز اليوم، مغيب ما شاء الله رائع اليوم ما شاء الله. ندعوكم لزيارة الجبيل سواء للملتقى أو غير. الله يحييكم جميعا. الله يحييك إن شاء الله. أستاذ خلف عرفنا على هذا الملتقى. والله الملتقى طبعا هو ملتقى التطوع في الشركات، وزي ما أنت عارفة طبعا إحنا من منطلق رؤية المملكة 2030 تساهم في تعظيم الأثر الاجتماعي من خلال مساهمة جميع القطاعات، يعني في تحقيق يعني أثر اجتماعي قابل للقياس يرتبط بأولوياتنا الوطنية. فالحقيقة أن قطاع الشركات والقطاع الخاص والقطاع الحكومي يحاولون بطريقة أخرى أنه بالقطاع الثالث والقطاع غير ربحي القطاع التطوعي، لأنه أحد المرتكزات الأساسية في البناء المجتمع التطوري. يعني القطاع الثالث اللي هو قطاع غير ربحي في شيء من العشوائية، فيه صحيح حماس شديد وقوة وكذا، لكن يحتاج توجيه. الآن القطاعات الثلاث تقريبا تتقاطع يعني في المصالح كثير، فيحاولون القطاع الأول اللي هو القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الربحي من يحاولون ضبط وتأطير يعني العملية هذه والنهوض فيها. ممتاز. وطبعا لمدة يومين، يوم 26 و 27 نوفمبر يعني بكرة إن شاء الله وبعده، فيه يشمل على أشياء كثيرة، 4 جلسات تقريبا حوارية وخمس ورش عمل متخصصة، وأيضا راح يكون وقت الافتتاح إن شاء الله توقيع منصات استشارية. حلو. طيب أستاذ خلف بالنسبة لأوراق العمل اللي راح تطرح في هذا الملتقى، يعني لو تعطينا بعض العناوين اللي متواجدة بإذن الله في الملتقى. والله هي طبعا الجلسات الحوارية أو ورش العمل كلها متخصصة، تخصصية في الشركات، يعني هدف زي ما قلت لك هي تهدف إلى هدفين رئيسيين: الدعم المبتكر لتنمية القطاع التطوعي وتعزيز أثر المنتج المجتمعي. فتختص في الأمور هذه في موضوع نفس الفعالية هذه، تختص في أشياء تخصصية دقيقة خاصة شركات تحاول الحقيقة أنها تنميها في القطاع هذا. حلو. بالنسبة لأبرز الحضور اللي راح يكونوا متحدثين أيضا في المنصات الحوارية. طبعا هي جمعية العمل التطوعي تقريبا والهيئة الملكية حاول الوصول إلى كل الجهات اللي شريكة في عمل كوزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة الملكية، القطاعات الحكومية، البنوك، جميع القطاعات اللي في القطاع الثالث مع القطاع الثاني، شركات سابق، وهذا راح يكونوا إن شاء الله متحدثين تخصصيين في هالمجال هذا، يتحدثون في أشياء دقيقة تخص التطوع في الشركات، لأنه عملية شوية ما عليه يعني التطوع عام موجود عندنا في السعودية وكثير الحمد لله، لكن التطوع في الشركات هو اللي يحتاج له تركيز أكثر. فالموجودين مدربين متخصصين في الموضوع هذا. حلو. إن شاء الله أنكم خلال اليومين هذه تستطيعون فعلا استيفاء جميع المحاور في هذا المجال، وفعلا يعني الوصول إلى النتائج المرجوة من إطلاق مثل هذه الملتقيات، خصوصا في مجال الشركات أو المجال أو القطاع الربحي مثل ما أنت ذكرت، وتسخيرة طبعا للعمل في القطاعات الغير ربحية أو التطوعية. أكيد إن شاء الله بإذن الله. طبعا ورش وترتيب الجدول والجلسات الحوارية أو ورش العمل والمعرض الموجود المصاحب والنقاشات والحوارات راح تسري بشكل كبير هذا الموضوع، وزي ما قلت لك هو تخصص ندعي الجميع يعني للتركيز على الموضوع التطوع في الشركات وأهميته في الفترة القادمة، مهم جدا. ولا أعتقد أنه يعني في أماكن ثانية ممكن تلقينا بشكل عام التطوع، لكن التطوع في الشركات والتخصصية هذه والندرة ما راح تكون إلا تقريبا إلا زي في الملتقيات النخبوية هذه اللي تحتاج فعلا إلى عمل إلى يعني تثري بشكل كبير هذا الموضوع. فأدعو الجميع لحضوره. شكرا لك، الله يعطيك العافية. الأستاذ خلف بن ناصر الشمري مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل، يعطيك العافية ويومك سعيد. الله يعافيك ومستمعين جميعا، وشكرا لكم على الاستضافة. يا هلا.